البرلمان كان مكتوب عليه الآتي: الدخول بالجلباب البلدي الكامل أو بالبدلة الإفرنجية الكاملة، ونقطة ووقفنا. تيجي حضرتك داخلة مكان اسمه الأوبرا مثلا، يقول لك ما تخشيش إلا بالبدلة الكاملة أو الزي القومي لمرتديه. فحتة التحديد، أنا ما بقولش امشي في الشارع اعمل اللي أنت عايزه، لكن أنا جوه البرلمان في، أنا بتكلم على الرسالة اللي طالعة عندي، أنا عندي جلابية بلدي، هتلبس جلابية يبقى جلابية بلدك، إحنا مش في حفلة تنكرية، عايز تلبسها بره، لكن جوه 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 في شكل لمصر لازم يحترم. هذا الشكل زي ما بحترم أوبرا، ده أنت بتروح الأوبرا بيرجعوكي عشان مش لابسة كرافطة. الاوبرا اللي هي ده البرلمان مصر، ما البسش زي يعني اخش بدله ريش، اخش بدله ريش يعني اخش لك بكره البرلمان لابس بدله ريش ينفع؟ اقول لك ده زي قومي عاجبني يا استاذ يا سعاده النائب. احنا دلوقتي عايزين البرلمان يعمل الاقتصاد ياكل الناس. اسمع الحته دي، اتفضل نائب. ايه انتوا شفتيه نجح؟ هو مش هيقول، لا هو نائب سابق ولا اسمع الحته دي، هو بيقول كده انت شايفاها ولا هينجح ولا هينجح ولا هينجح. الانتخابات ما فيش مشكله، ما احنا سقطونا في 2010 من اول دور، ما فيش مشكله، بس قلنا كلمه الحق واللي انا مؤمن بها اقوله، وبعد كده هو في اغلبيه، لكن انا بقول رايي يا دكتورة هالة. ما ينفعش يا دكتورة هالة، احنا مصريين، ده الجلابية دي لما بتلبسيها بس يا عمدة، يا عمدة تعالى، يا عمدة تعالى يا باشا، يا بيب ابوس ايديكوا، احنا لينا هويتنا. كمل هو قاعد بقى. الهوية ليا، الهوية بتاعتي، ما تبوظوش هويتي، ما تجيبليش واحد هويته بتقول ما فيش خروج على الحاكم، غلط، ما تجيبليش واحد هويته بتكفر المسيحي، لا، أنا ليا هويتي، الجلابية دي ما بيبانش جرجس من محمد، الجلابية دي بتاعت أبويا وجدي، الجلابية دي لما بشوفها ببقى مصري، المكان ده ليه احترامه وليه زي، ما تخشهوليش بشورت، ينفع تخش البرلمان لابسة شورت؟ ما ينفعش، ينفع تخش الأوبرا؟ البرلمان ده رمز مصر، أخشه يا بزي مصر، يا بالبدلة، يا إما غير كده بلبسها بره. يوم الجمعة اهي شوف جلابيه مصر اهي، اعظم الدلالين. ما تعرفش بقى دي احلى حاجة، اعظم الدلالين. ما تعرفش اللي لابسها جرجس ولا محمد، صحيح، دي حاجة حلوة، صحيح. اتفضل يا وواسعة تشيل من بلاويهم جواها ياما، بتمشي كده يا عمدة يا كبير. مصر لازم ترجع العمدة عشان العرب يعيشوا في سلام، مصر لازم ترجع العمدة عشان الإسلام يرجع بقوته، مصر لازم ترجع العمدة عشان أفريقيا تتحرر عن حق، مصر لازم ترجع كبير. انا شفته في ايد الناس امبارح كلها. بصوا العالم بقى ده كمان، بما اننا بنتكلم على تخشوا كلكم في البرلمان لابسين العالم ده في ايديكم، ها انا عندي ياريت. علم، وانا عندي علم ياريت. صغير اهو، ده انا لما شلت علم مصر في البرلمان بيقولوا لي انت شايل علم مصر. هو انا بس هرد على موضوع امبارح كان في التحرير، كل الشباب في التحرير، هرد على موضوع الجلابيه بس. هو دلوقتي ما فيش جلابيه ايراني ولا جلابيه سعودي ولا لان اساسا كله جاي من الصين ده اول. لا ده السرعة، لا ازاي 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 بتفرق العمامة السعودي، بتفرق ازاي؟ انت حضرتك لما بتروح تصلي العيد، لما بتروح تصلي العيد او تصلي الجمعة، كل بيلبس الجلابية ديت، خلاص بقت موجودة في المجتمع، ما بنقولش ديت جلابية كذا او جلابية كذا، زائد ان هو يعني لما بيلبسها، طب ما ممكن يلبس قميص يبقى برضه ليه شكل معين، انا بتكلم على هوية اللي هيمارس الدور في البرلمان.